من الفوائد أنه قال جل وعلا هنا: من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. سبق بيان خطورة من كتم العلم الشرعي. إذن هنا الوعيد الشديد في حق هؤلاء من أنهم كتموا العلم الشرعي لا لعذر، ما عندهم عذر. قد يكون كتمان العلم لجهل أو لشبهة أو لعدم وضوح، هنا كتموا العلم بعد ماذا؟ من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، يعني ما وضحه الشرع وأجلاه ووضحه وضوحا جليا كتموا هذا العلم، فلم يكن لدى هؤلاء عذر في كتمان هذا العلم، وإنما كتمانه إما من أجل الهوى أو لغرض من أغراض الدنيا.